البوسي، اول ست بتعلم سواقه للسيدات في بني سويف. بشتغل مدرسه بجانب التدريب بالقياده. اهم حاجه طبعا تنظيم الوقت، ان كل حاجه تاخد حقها. يعني انا مجرد ان انا رجعت من المدرسه خلاص فصلت المدرسه، ببدا بقى طبعا فتره الدراسه الكورسات بتبقى اقل شويه، بس لازم اشتغل. يعني ما بقدرش اليوم يعدي بصراحه من غير ما انزل كورس او اتنين على الاقل. قررت اعلم السيدات السواقه علشان طبعا الست دلوقتي بقت شايله جزء كبير جدا من المسؤوليه، فعشان توصل ولادها اي مكان هي عايزين يروحوه، فطبعا ده بيبقى امان ليها ولولادها اكتر. الموضوع كان بالنسبه لي تحدي جدا. بدات اوصل للسيدات عن طريق السوشيال ميديا. يعني انا بدات الاقي الفتره الاخيره ان فعلا ناس كتير قوي بتسال اي عن سيده بتدرب سواقه. انا ما كنتش مرتبه لي الفكره خالص، هي مره واحده كده لقيت واحده بتسال على حد بيدرب سواقه سيده، دخلت كلمتها واتفقت معاها، وهي كان معاها ساعتها العربيه بتاعتها، نزلت دربتها ولقيت الموضوع لذيذ ونجح معايا. في الاول طبعا كان الموضوع كنت بلاقي مضايقات كتيره جدا، ولحد دلوقتي في ناس متقبله الفكره وفي ناس مش متقبله الفكره. قبل ما ننزل انا والبنت في وسط عربيات وفي وسط زحمه، ببقى مأهلاها نفسيا جدا ان انت هتلاقي ناس كتيره قوي بتضايقك. في المقابل طبعا بلاقي ناس ذوق جدا وبيحترموا جدا الموضوع وبيهدوا ويعدونا الكلام ده كله. مبدئيا ان انا شايفه ست قدامي او بنوته يعني هي اللي قدامي، ده حاجه محفزه جدا، وانا كمان هقدر يعني. بعدين كمان مش مكسوفه اغلط قدامها، او مش مكسوفه يعني اعك في حاجه او خطوه معينه ما تظبطش معايا، لا انا عارفه ان هي ايه الموضوع قدامها مش هيبقى محرج او مش هيبقى مخيف او كده يعني. اقتصرت على السيدات بس، لان اصلا هو الموضوع كان جاي معايا بتحدي للرجاله، ان انا لا هم السيدات وهنعلمكم، وعلى فكره الشعار بتاعنا هنسوق بالعند فيهم. إيه كمان في ناس استغلت المهنه برضو السواقه في ان هي كمهنه ان هي بتوصل الاطفال للمدارس. طبعا انا كأم ابقى يعني لما سيده توصل بنتي انا احس بامان اكتر من ان هي تبقى مع راجل. بالنسبه لاهلي كانوا مشجعيني جدا، يعني الحمد لله دايما هم واثقين فيا واثقين اي خطوه انا هاخدها بتبقى بعملها صح يعني، فكانوا مشجعيني جدا. زوجي الاول كان معارض وكان خايف طبعا من مشاكل العربيه تتخبط، نعمل مشكله، حد يعني اللي معايا تدوس حد او الكلام ده كله، بس واحده واحده برده بدا يثق فيا الحمد لله، وبدا يشوف ان انا قد المسؤوليه. يعني انا بقول لاي ست طبعا عايزه تشتغل مهنه زي دي بيقال عليها يعني ان هي مهنه رجاله، ان ما تلتفتش طبعا لاي كلام بيتقال، وان احنا من حقنا ان احنا نعمل كل حاجه زي ما احنا شايلين معاهم المسؤوليه في كل حاجه، فايه المانع ان احنا كمان نشتغل شغلهم طالما الموضوع يعني ما فيهوش حاجه عيب. هو انا عندي هدفين. اول حاجه طبعا نفسي اعمل مدرسه كبيره ويبقى ليها فروع في المحافظات، لان كذا حد بيكلمني من كذا محافظه ونفسهم قوي ان انا ادرب هناك يعني. تانية نفسي بعد برضو ما السعوديه سمحت للسيدات بان هي تسوق، نفسي اروح ادرب هناك جدا.